إذا تكمل في تشابتر 3، اليوم نتعلم طريقة أخرى لحل اللينير سيستم ونشوف قديش الكوست لإلها، وهي الجاوس جوردن ريدكشن، اختصرها باختصار جي دوت جي دوت ار. هلا الجاوس جوردن ريدكشن الفكرة فيها إنه لما نحل لينير سيستم، طبعا كل الميثودز اللي تعلمناها لحد الآن لحل اللينير سيستم، كمان شوي نتعلم طرق لحل النون لينير. هلا كيف السيستم بيكون لينير؟ بتكون طلع كيف اكس 1 قوتها 1، اكس 2 قوتها 1، اكس 3 قوتها 1، اكس 4 قوتها 1. في اي معادله، في اي معادله تبقى قوتها ايش؟ 1. وما في حاصل ضرب، مثلا اكس 1 مضروبه في اكس 2 او اكس 3 مضروبه في اكس 4 and so on. سو لما بيكون السيستم اكس قوتها 1 والفاكتورز كلياتهم لينير بهي الصوره، هذا السيستم بنسميه لينير سيستم. هلا موضوع النون لينير راح نيجي عليه ليتر. أحد الطرق الأخرى اللي مستخدمها في حل اللينير سيستمز اللي هي الجاوس جوردن ريدكشن، والفكرة فيها إنه بروح على الأوجمانتيد ماتريكس اللي هي AB، بروح على الأوجمانتيد ماتريكس وفقط بحول الـ A للأيدنتيتي، الفيكتور اللي هون B بتحول للسوليوشن، لأنه X هو السوليوشن الأنون اللي بندور عليه لما نحل هذا السيستم. فمثال بسيط لتوضيح الفكرة، على فرض انه انا مثلا بدي احل هذا السيستم باستخدام الجاوس جوردن ريدكشن، اهم حاجة نعرف انه هذا السيستم هو عبارة عن لينير وفي جواته اربع معادلات، هاي اربع معادلات واربع مجاهيل، هاي المجهول الاول الثاني الثالث الرابع. اذا عندنا هنا n اربعة، وبالتالي بنحل سيستم اربعة في اربعة، اربع معادلات في اربع مجاهيل باستخدام الجاوس جوردن ريدكشن. طبعا هون هلا بيجي بكتب الاوجمانتيد ماتريكس، هي ال A B مصفوفة المعاملات، هيها 2 2 3 سالب 1، هيها نفس الحاجة 2 سالب 1 سالب 2 سالب 2 موجب 3 إلى آخره، وهون نفس الحاجة 2 3 إلى آخره، بنكتب مصفوفة المعاملات وبحط ايش؟ الفيكتور B اللي هو الكونستانت فيكتور بهي الصورة. هلا هي بنسميها الاوجمانتيد ماتريكس. هلا الاوجمانتيد ماتريكس بدي استخدم الرو اوبريشنز الثلاث، انه مسموح نبدل صفين، نضرب صف في اي نون زيرو اليمنت، ونعمل رو اوبريشن رقم 3، نشيل صف نحط فيه ملتيبل من صف اخر اند سو اون، عشان احول هاي المصفوفه للايدنتيتي. فلما بحولها للايدنتيتي الفيكتور بي بتحول معك للسوليوشنز، بمعنى ان هنا اكس 1 راح تطلع معك 1، اكس 2 راح تطلع معك سالب 1، اكس 3 راح تطلع معك 0، واكس 4 راح تطلع معك 2. وفينا نتاكد من هذا الكلام، بامكاننا شو نعمل؟ ناخذ القيم هذول تبعون الاكس ونروح نعوضهم وين؟ في اي معادله لازم يطلع الجواب 4، اذا عوضناهم في الثانيه بيطلع الجواب سالب 7، اذا عوضناهم في الثالثه بيطلع الجواب سالب 2، واذا عوضناهم باخر معادله بيطلع الجواب 0. فالجاوس جوردن ريدكشن طبعا نحن تعلمنا كيف نحل هذا السيستم في اللينير، ولكن اللي بيعني لي هلا الكوست، قديش بكلفني احول الاوجمانتيد ماتريكس لاوجمانتيد ماتريكس اخرى بيطلع فيها السوليوشن جاهز. فبدي اشوف قديش التكلفه من هون لهون، يعني التكلفه راح تطلع معنا حسب هذا الجدول. طبعا يعني انا بدي اخلي التوتال كوست اللي راح يطلع معنا في قاعده للجاوس جوردن ريدكشن اللي هي عباره عن 2 ان تكعيب زائد ان تربيع ناقص ان على 2. فبامكاننا هلا نعوض ان تساوي 4، وبالتالي بيطلع الجواب معنا 70 عملية حسابية بلزمنا لحساب الكوست الناتج عن حل هذا اللينير سيستم اللي هو 4 في 4 باستخدام الجاوس جوردن ريدكشن. فالجاوس جوردن ريدكشن هلا هي التكلفة له، إذا أي سيستم بدي أحله على الجاوس جوردن ريدكشن إذا كان 4 في 4 أو 5 في 5 أو 6 في 6 وات ايفر، بس بعوض قيمة إن هون. طبعا بإمكاننا نثبت هذا القانون، وبالتالي إثبات هذا القانون أنا يعني حابب أخليه لكم تفكروا فيه، بس انا ما اعطيكم طريقه يعني باختصار هون، شايفين كيف؟ فاول حاجه بدنا نيجي نسفر اللي تحت تحت اول واحد تحت البايفوت، نسفر هذول، بعدين في عندك هون ايش؟ بدي اشتغل هلا على ثلاث معادلات هون واربع صفوف، هي ثلاث معادلات واربع صفوف، راح يلزمك هون ضرب وجمع نفس الحاجه، بعدين اللي بعدها بدنا نسفر هذول عشان نحول للايدنتيتي، نفس الحاجه بصير في عندك هون اللي بالاحمر هم عباره عن ثلاث في ثلاث، وبضل مكملين بهاي الصوره تحت. ففينا نفكر ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3، انا معطي الكوست لكل واحده، فطريقه حساب التوتال كوست لهذا السيستم اللي هو 4 ب 4 راح يطلع معنا الجواب 70 بنفس الطريقه اللي تعلمناها من قبل. وبالتالي بامكاننا ايضا
نشوف كذلك من خلال ستيبس انه ستيب 1 قديش بيطلع معنا اذا بشكل عام، يعني لما بنحل سيستم ان في ان كيف نشتق هذا القانون مع بعض. فبيجي بحكي مثلا بستيب 1 بلزمك عمليه جمع وطرح نفس عمليه الضرب اللي هي زي ما انت شايفين هذا العمود اللي هون نفس هذا العمود ولا شيء بيفرق، والمالتيبلايرز بيكونوا بهي الصوره، فبدنا نجمع التوتال. فلما بجمعهم بيطلع بهي الصوره وبوزع المجموع وبستخدم الخصائص اللي حكينا لكم عنهم من قبل. مجموع العداد كي هو عباره عن ان في ان بلس 1 على 2، مجموع اول ان حد يعني، وهي الواحد اجمعها ان مره مضروبه في ان بصير ان تربيع، هاي بضل ان. المهم بالاخر بيطلع معنا الجواب بهي الصوره. اذا هذا هو مجموع العمليات الحسابيه اللي بتلزمك لحل اي لينير سيستم باستخدام الجاوس جوردن ريدكشن. بس بيسكلي هذا المطلوب منك، يعني المطلوب منك تعرف شو هو القانون اللي بستخدمه في حل، اللي بستخدم لحساب الكوست اذا بدي احل اي سيستم باستخدام الجاوس جوردن ريدكشن. يعني مثلا لو بدنا نروح مع بعض مثلا نشوف، لو بدي اسال سؤال بهي الصوره مثلا، حكيت فايند ذا كوست اكزامبل، هذا من عندي مثلا هاي اكزامبل، فايند ذا كوست اوف سولفينج مثلا 5 باي 5 لينير سيستم يوزينج مثلا اللي هي الجاوس جوردن ريدكشن. اوكي، هلا في هاي الحاله انت معروف عندك ان تساوي 5، معناتها بيسكلي بجي بحكي الكوست بدي يساوي، احنا عندنا المعادله اللي عندنا اللي هي عباره عن 2 ان تكعيب زائد ان تربيع ناقص ان على 2، بس بدي اعوض محل ان تساوي ايش؟ 5، وبالتالي بيطلع معنا الجواب اي 2 في 5 تكعيب زائد 5 تربيع ناقص 5 على 2، فبيطلع الجواب 2 في 125 زائد 25 ناقص 5 على 2، يعني بيطلع معنا الجواب 250، وبيجي عندك كمان 20 على 2 يعني بصير عندك 270 على 2 يعني 135. ف 135 عملية حسابية بلزمك لحل لينير سيستم 5 ب 5 باستخدام الجاوس جوردن ريدكشن. سو بيسكلي هذا كل ما يتعلق بهذا السكشن.